السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش تديروا إعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة باش تشجعونا باش نستمروا في المزيد إن شاء الله، وما تنساوش تفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام في حصة جديدة. اليوم غنشوفوا أومليت بلات الإسبانيول. لي زانغغيديون بو 5 باكس، يعني نشوفوا المقادير لخمسة أشخاص. غادي نحتاجو 120 غرام ديال البصلة و 3 دريسات ديال الثومة، 120 غرام ديال الفلفلة الخضراء، 240 غرام ديال الطوماط مطيشة، 10 ديال البيضات، 20 غرام ديال الطماطم مركزة، 20 غرام ديال المعدنوس. تكنيك دو بريباراسيون، يعني طريقة التحضير. اول حاجة كنقبطو كنسيزليو لي زونيون او كنيمنسيوهم، اما كنقطعوهم شرائح رقيقة اما كنسيزليوهم، يعني كنشلضوها رقيقة، كل واحد وشنو كيدير. دونك هذه الطريقة ديال السيزلي كدا كنديرو لها. ثاني حاجه كنقبطوا لي بوافرون، يعني فلفله، وكنقطعوها اون جوليان، يعني رقيقه بحال سباغيتي، تقريبا بحال سباغيتي او بحال التاكلياتيل. من بعد كنقبطوا مطيشه، كنحيدوا لهذوك النباته ديالها بيدونكول، وكنديروا لها انسيزيون، يعني واحد الشريطه بحال الزائد لتحت. من بعد كنقشيو البيرسيل. فوالا الميزون بلاص من بعد الطياج. كنقبطو داك المطيشة ديالنا وكنسلقوها في الماء حوالي 20 ثانية، أقول ثانية، 20 ثانية. من بعد 20 ثانيه كنكون وجدنا الماء بارد مع جنبنا، وتنخرج داك المطيشه ونديروها في الماء بارد. هذه كتسمى موندي موندي موندي، هي كنقشرو بطريقه اقتصاديه كما تلاحظوا. دونك كتسهلنا عمليه التقشير. فوالا لي طوماط موندي. من بعد داك لي طوماط موندي كنكونكاسيوهم، يعني كنقشيوهم بالموس، كنحيدو منهم داك الزريعه ديالهم. وكنقطعوهم شرائح، ومن بعد كنقطعوهم دي بتيدي، كتسمى كونكاسي. فواحد الطنجره كنديرو شويه الماده الدهنيه، يعني شويه الزبده شويه الزيت، باش غنطيبو لا باسكيز. دونك كنبداو بالبصله ديالنا هي الاولى كنشحروها، من بعد ما كتشحر كنزيدو لها لي جوليان ديال الفلفله، وكنخلطوها مع داك البصله، ومن بعد كنخليوها حوالي 10 دقائق وحنا مغطيينها، كتسمى اتوفي، يعني كنطيبوها هي مخنوقه، مره كنحركو ونوليو نسدو عليها. ومن بعد في التالي كنزيدو لي طوماط كونكاسي، داك الطوماط اللي قطعناها، كاين اللي كيزيدها خضره، كاين اللي كيكون طيبها ديجا قبل. وكنخليو هذا الخليط سميتو لاباسكيز،
فيه البصله فيه فلفله ومطيشه كتسمى لا باسكيز. ومن بعد كنزيد واحد المعلقه ديال الطوماط كونسونطري شويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس وكنخليو الخليط ديالنا كيطيب اون تيفون يعني اتيفي يعني كنخليوه مسدود وما كنديروا له لا ما لا حتى شي حاجه. فوالا لا باسكيز اي بريت هذه لا باسكيز هي واجده دابا. دابا غادي ندوزو للمونتاج ديال لومليت الاسبانيول. كنقبطوا واحد الجبيضات كنديروهم فواحد الزليفه كنزيدو معاهم واحد المعلقه ديال لا باسكيز وكنخلطو لونسومبل. نديرو شويه الملح وبزار بالنسبه للبيض حيت اصلا ما فيش. ومن بعد كندوزو العمليه الطهي. كنديروا المقله ديالنا كنديروا فيها شويه الزيت ومن بعد كنديروا فيها لومليت ديالنا وكنديروها بحال الطريقه كما تلاحظوا من الوسط وحنا كنصوبوها كومسا حتى كتجمد كنخليوها تطيب واحد شويه. ملي كطيب على الجانب الاول كنقلبوها اما بهذه الطريقه الا كنتي عاد بديتي كدير هذه الطريقه هذه كتقلبها ومن بعد عاوتاني كتقلبها. واما كدير الطريقه الثانيه الا كنتي شويه اكسيليري. ومن بعد كدريسي لومليت ديالك في البلا وكدير في وسط منها واحد المعلقه ديال لاباسكيز وشويه ديال المعدنوس. فوالا وهذا هو لومليت بلات الاسبانيول. كنشكركم على المتابعه نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. نتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.